السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين ديال الجافا سكريبت. التمرين ديالنا اليوم كالتالي، هو انه عندنا هنايا واحد البوطون، واننا بغينا من نجيو الايفنت اللي سميتها كليك على هذا البوطون انه يبدل لنا الباك جراوند كالر ديالنا بواحد الطريقه عشوائيه. يعني شنو كنقصد؟ هو اننا ملي كنضغطوا هذا البوطون كنلاحظوا ان الباك جراوند كالر ديالنا كتبدل بواحد الطريقه عشوائيه، وانه تيبدلها بواحد اللون لا علاقه ليه باللون اللي كان فيها قبل. ها انتم كما كتلاحظوا هنايا، يعني شنو كيطرى في هذا السيناريو، او شنو هو السيناريو اللي كيطرى هنايا؟ هو انه عندنا حنايا عن طريق الجافا سكريبت كنعشي واحد المجموعه ديال الالوان. يعني تخيل معايا انا ما طلي هنايا واحد ربعه ديال الالوان، هو في كل كليك يعني كيتسناك انك تجي للحدث اللي سميتو كليك واش ينفذ الفانكشن ديالك. اش هي الفانكشن ديالك؟ هو انه كيدخل لهاد الالوان هادي وكيختار من بين هاد الالوان واحد اللون بطريقه عشوائيه. يعني بعض ما تيختار واحد، بعض ما تيختار ربعه، بعض ما تيختار ثلاثه، بعض ما تيعاود يختار ثلاثه. يعني ما كاينش واحد الطريقه ما تبقى غاجي عليها، لا طريقه عشوائيه يعني هي غاجي وصافي. يعني على الطريقه التاليه، يعني كل مره كيختار واحد اللون بطريقه عشوائيه. اشنا هو الهدف من هاد الدرس؟ الهدف من هاد الدرس هو اننا نعرفوا كيفاش كنتعاملوا مع المات راندوم. واشنا هو المات راندوم؟ قلنا انه كل مره كيجيب لنا رقم عشوائي. ولا ما فهمش هاد المات راندوم ارجع للكورس ديال الجافا سكريبت مشروحه بالتفصيل، ولا بقى معايا في هاد الدرس غادي نعاود نشرحها ولكن بواحد الطريقه سريعه وبزاف. رقم عشوائي، وقلنا اليوم غادي نعرفوا اشنا هي العلاقه اللي كتجمع بين المات راندوم وبين الاراي. وما كنقصد الاراي يعني اللينكد والاندكس، وحنا كنعرفوا ان الاندكس كيبدا من زيرو واللينكد كيبدا من واحد. مزيان، نمشيو نبداو التمرين ديالنا ونبنيو السيناريو ديالنا. انا هنايا شنو درت؟ مشيت هنايا للاش تي ام ال وعشيت واحد البوطون، وعشيت واحد الاي جي يساوي تشينج، وعشيت واحد المجموعه ديال الخصائص، ومشيت للباجي قلت ليه ديسبلاي جريد بليس ايتم سنتر هايت 100 فيو هايت، واش ان البوطون ديالي يجي في السنتر. مشيت هنايا للجافا سكريبت، شديت البوطون ديالي قلت ليه اد ايفنت ليست كليك، مين كليك عليك نفذ ليا الفانكشن ديالي. حنايا قلنا غادي نعطيه واحد المجموعه ديال الالوان. هاد الالوان فين غادي نحطهم؟ غادي نحطهم في وسط واحد المصفوفه، والمصفوفه راه تعلمنا ليها في الكورس ديال الجافا سكريبت وبالتفصيل. غادي نسميها مثلا كالرز، وغادي نمشي لهنايا غادي نقول ليه مثلا ريد، اول لون عندي هو الريد، وغادي نقول ليه هنايا مثلا ثاني لون عندي هو الجرين، وغادي نقول ليه هنايا مثلا ثالث لون عندي هو اف مثلا جوج ثلاثة مثلا هكا، ونقول ليه مثلا واحد واحد، ونقول ليه مثلا شي لون واحد اخر، نقول ليه هنايا مثلا كوراي. بارك عليا، يعني هادو هما الالوان اللي بغيت دابا انا. حنايا قلنا اننا غادي نخدمو المات راندوم، يعني حنايا شنو هو السيناريو اللي بغينا؟ بغينا انه يدخل لنا هاد الالوان هادو، وفي كل مرة انه يجيب ليا لون مختلف. حنايا في الكورس ديال الجافا سكريبت شنو شرحنا؟ قلنا ان المات راندوم انه عنده واحد الرينج، يعني ان المات راندوم عنده واحد الرينج اللي محصور بين اش؟ محصور بين زيرو ومحصور بين واحد. يعني انه ما يمكنش يجيب لك العدد زيرو وما يمكنش يجيب لك العدد واحد، لا ديما كتلقاه تيلعب فين؟ بين زيرو فاصلة واحد تال زيرو فاصلة تسعود. وحنا غادي نديرو هنا مثال هنايا، نمشيو نكتبو هنايا، انا غنكتب هنايا المات راندوم ديالي، وغادي ندير انتر. غتلاحظوا انه قال لي صفر فاصلة جوج، وهنايا قال لي صفر فاصلة ستة. اجي نعاودو نطبعو هنايا المات راندوم ديالنا، غادي تلقى انه قال لي صفر فاصلة واحد فاصلة صفر فاصلة سبعة، يعني ما كيفوتش واحد وما كينزلش الزيرو. حنايا شنو قلنا؟ قلنا شفنا واحد القاعده في الجافا سكريبت، قلنا انه المات راندوم الا بغينا نزيدو ليه في اللينك ديالو، انه كنا كنشدو المات راندوم ديالنا، اجي نكتبوها هنايا احسن، كنا كنشدو المات راندوم ديالنا حنايا، وقلنا انه محصور، اجي نكتبوها تاني هنايا، قلنا محصور بين زيرو وواحد. حنا الا بغينا نزيدو ليه هاد اللينك هذا، شنو كنا كنقول ليه؟ كنضربوه في واحد الطول اللي هو اللينك. يعني تخيل معايا قلت ليه هنايا المات، هانتوما نعاودو نذكر بالمات راندوم باش نفهمو مزيان. المات راندوم كنقول ليه مضروب مثلا في خمسة، يعني اشنا هو الرينج ديالو الجديد؟ هو ان المات راندوم ديالي ولا محصور بين زيرو وخمسة. يعني يقدر يجيب ليا زيرو فاصلة مثلا تلت سعود، ويقدر يجيب ليا واحد فاصلة، ويقدر يجيب ليا جوج فاصلة، تلاتة فاصلة. وكيما كنعرفو ان المات راندوم ميمكنش يجيب لك عدد صحيح تلاتة صافي، لا ضروري تلاتة فاصلة شي حاجة، جوج فاصلة شي حاجة، ربعة فاصلة شي حاجة. واجي نجربو هنايا نزيدو ليه في اللينك ديالنا. احنا غادي نمشيو هنايا نقول ليه مات راندوم مضروب في خمسة مثلا، ونجرو هنايا انتر. غتلاحظوا انه قال لي 4.5، اجي نعاودو ثاني هنايا، قال لي 4.3.9 4.5، هنايا 2.0 9 هنايا، شتوها هانتوما، ولا عنده واحد الرينج بين 3 و 5. يعني حنايا شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نقول ليه هنايا كونست مثلا راندوم كالر.
علاش حنايا بغينا نجيبو هنايا الارقام؟ حيت حنايا باش كنشدو شي عنصر وصل الاري عن طريق الاندكس، يعني عن طريق هذا المات راندوم، غادي نقول ليه كل مره جيب لي واحد الاندكس مختلف، وبهكا كيكون كل مره كيشد لي واحد الكالر عشوائي. انتم راندوم كالرز، غادي نقول ليه هنايا المات راندوم مضروب اش، شنو هي اللينك ديالنا؟ شنو هو الطول فاش بغينا نضربوه؟ بغينا نضربوه في الطول ديال اش ديال الاري ديالنا. كالرز ما كالرز دوت لينك، وغادي نجي سيف، وغادي نقول ليه كونسول دوت لوغ اش كونسول دوت لوغ راندوم راندوم كالرز. ونمشيو نلاحظوا هنايا في الكونسول ديالنا، نمشيو نضغطوا على البوطون ديالنا ونشوف واش غادي يعطينا. انت واش غادي يعطينا هنايا؟ شنو نضغطوا على البوطون ديالنا؟ ها هو قال لي 2.5، غادي نعاود نضغط قال لي 0.2. ولكن حنايا شنو كيهمنا هنايا؟ شنو كيهمنا؟ كيهمنا هذا الرقم اللي هو 2. دابا حنا الا قلنا ليه الاندكس، مشينا هنا في الاري وقلنا ليه الاندكس 2.5، واش غادي يفهمك؟ لا، هو كيفهم الاندكس رقم 2. غادي يمشي هنايا غادي يقول لك هذا الاندكس 0.1.2، غادي يجيب لك هذا الكالر هذا. يعني هذا الشيء اللي رجعت لي هذا الماد دوت راندوم مضروبه في اللينك ديال الاري، خصنا ندوها عدد صحيح. مزيان، اشوف دابا هنايا نتبعو هنايا ونشوف واش غادي يعطينا. كنا 2.2.0.0.2.2، غادي نشوفو هنايا واش غادي يعطينا كلشي. 3 مزيان، شحال عندنا هنايا؟ 0.1.2.3، يعني انا بغيتو يكون في 3، يعني بغيتو يقربو للتحت. دابا إلا قلت ليه المات دوت سيل فين غادي يقربو؟ غادي 3.6. إلا قلت ليه المات دوت سيل غادي يخربو 4، واش حنايا عندنا هنايا الاندكس 4؟ لا، داكشي علاش غادي نقول ليه المات دوت فلور. والمات دوت فلور شرحناه بالتفصيل في الكورس ديال جافا سكريبت، اللي ما فاهمها يمشي للكورس ديال جافا سكريبت ونشرحها بالتفصيل. دابا المات دوت فلور شنو كتقول ليه؟ أجي نعاود نجيو هنايا مثال عليها واش نفهم. المات دوت فلور، دابا المات فلو دوت فلو، تخيل معايا عندك هنايا 3.9، وقلتي ليه هنايا، قلتي ليه هنايا المات دوت فلور، شنو غادي يدير؟ غادي يقرب لك 3.9 للارضية، يعني للتحت، يعني غادي يقربها لجهة 3. كون قلنا المات دوت سيل غادي يقربها لجهة 4، حنا ما بغيناش 4، بغينا 3. يعني هنايا هادشي اللي رجع لي المات دوت راندوم غادي نحطو كاملو في اش؟ غادي نحطو كاملو في مات، انتما غادي نحطو كاملو في مات دوت دوت فلور. انتما نقول ليه المات دوت فلور، وغادي نجي هنايا الاقواس جوري، انتما غادي نقول ليه هاد الناتج هذا شنو غادي تجي ليه؟ غادي تشدو وغادي تشدو وغتحطو ليا فوسط المات دوت فلور. هنايا نجيو السيف ديالنا ونمشيو نلاحظو، حنايا غادي نجيو هنايا نضغطو، غتلاحظ انه جاب ليا واحد الاندكس واحد عندنا، جاب ليا تاني واحد 3، مزيان، يعني انه ما تيفوتش 3، هادشي اللي بغينا حنايا. عندنا حنايا 0.1.2.3، عندنا 3 د الاندكسات. يعني هنايا شنو غادي نقول ليه دابا هنايا؟ غنقول ليه هنايا، نقول ليه دوكيمنت دوت باجي دوت باك جراوند دوت ستايل دوت باك جراوند كالر، شنو؟ غادي نشدو الاري ديالنا، هانتوما كالرز، بكل سهولة، غادي نحل المعقوفة ديولي فاش كنمرو الاندكس، وغادي نقول ليه شنو هو الاندكس اللي غتمر، كل مرة غتجيب لي واحد الاندكس عشوائي عن طريق الراندوم كالرز. وغادي نجي هنايا السيف، ونمشيو نلاحظوا الشكل ديالنا. نمشيو دابا نخطو على البوطون ديالنا ونلاحظوا. ها انتوما، يعني في كل مره كيجيب ليا واحد اللون ديال الخلفيه بطريقه عشوائيه عن طريق الراندوم كالرز، يعني كل مره كيجيب ليا واحد الاندكس مختلف، وكل اندكس هنا راه كيساوي اللون. وفين حطيناه في الباجي في ستايل في الباك جراوند كالر، وبهكا كيتقرا كالون. وكان هذه هي الفكره ديال التمرين ديالنا، وكنتمنى انكم تشاركوني في الكومنت بالراي ديالكم في هذا التمرين، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده في هذا الدرس، ونتلاقاو في تمرين او درس واحد اخر ان شاء الله.